حول هذا الموضوع هينضم لنا على التليفون الدكتور عمرو الديب، استاذ مساعد العلاقات الدوليه بجامعه لوفندوفسكي ومدير مركز خبراء ريالست الروسي. مساء الخير على حضرتك، ويعني كيف ترى المساعي المصريه في مساله سرعه تسويه الازمه الروسيه الاوكرانيه يعني الحلول الدبلوماسيه وتغليب الدبلوماسيه لحل هذه الازمه؟ مساء الخير فندم، ومساء الخير على الساده المشاهدين. بالطبع يعني امكانيه وجود مساعي مصريه جاده لمحاوله حل الازمه الروسيه الاوكرانيه هي يعني بشكل نظري لها فرص كبيره جدا. لماذا؟ لان جمهوريه مصر العربيه لديها علاقات قويه جدا مع الجانب الروسي، ثم ان اي اتفاق يمكن حتى وان كان بشكل ثنائي بين مصر وبين روسيا مثلا في مجال تصدير الحبوب، في اي مجالات اخرى، يمكن ان يكون بشكل او باخر بادره ل يعني لتسييل القيود على تصدير مثلا الحبوب الروسيه، تصدير الحبوب الاوكرانيه وما الى ذلك. لذلك حتى عندما نظرنا الى اتفاق اسطنبول الاخير كان تم وصفه بانها بادره جيده جدا، وحتى ان كانت بعيده عن الجانب السياسي وبعيده عن الجانب العسكري ولكنها كانت بادره جيده لمحاوله حل الازمه الاوكرانيه الروسيه بشكل او باخر. ولكن بعيدا عن فرص هذه المساعي، نريد ان نؤكد ان جمهوريه مصر العربيه هي دوله في غايه الاهميه وتمتلك مكانه مهمه جدا داخل السياسه الخارجيه الروسيه. السياسه الخارجيه الروسيه تنظر الى مصر ودورها في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا بشكل عام وكانها البوابه الرئيسيه، البوابه التي يمكن من خلالها ان تمر روسيا وان تقوي علاقتها مع دول منطقه الشرق الاوسط ودول افريقيا. لا ننسى ان تم يعني البدء او تمت القمه الافريقيه الروسيه في عام 2019 عندما كانت مصر رئيسه للاتحاد الافريقي، وحضر هذه القمه كما نتذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايضا في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الاخير في سان بطرسبورغ كانت هناك كلمه مهمه جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين جميعا داخل المنتدى. انا بنفسي كنت داخل هذا المنتدى ونظرت بعيني بان هناك اهتمام او كان هناك اهتمام كبير من كل المشاركين لهذه الكلمه، خصوصا ان مصر كانت ضيف شرف للمنتدى 25 لهذا العام. بشكل مختصر مصر او روسيا تنظر لمصر على انها الشريك الاهم والشريك رقم واحد لروسيا في منطقه الشرق الاوسط في افريقيا، وتريد روسيا دائما عندما تريد التحرك داخل افريقيا او داخل هذه المنطقه صحيح. دائما تتحرك من خلال الموافقات او التصور المصري، التصور المصري للعلاقات الروسيه مع الدول الاخرى في هذه المنطقه. وهذا امر واضح للجميع لاننا منذ عام 2013 منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الحكم وروسيا بدات علاقات او حقبه تاريخيه جديده مع مصر ومع المنطقه ككل، وكانت البدايه مصر، كانت البدايه مع مصر. لان يعني بعيدا اننا ممكن ان نتهم بالتضخيم وما الى ذلك، لكن تظل مصر وتظل الظروف الحاليه في العالم والجوله الاوروبيه للرئيس المصري الاخيره وزياره الرئيس الامريكي الى المملكه او الى المنطقه وحضور طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، يعني الامور كلها تؤكد على الدور المصري بشكل عام تاريخيا وبشكل خاص في الظروف العالميه الراهنه التي نراها هي ظروف يعني خطيره جدا على كافه المستويات. و يعني التواصل العالمي مع مصر في هذه الظروف يؤكد على ان يمكن من خلال مصر كدوله تقع في مكان جغرافي مهم، دوله لها تاريخ مهم، دوله سياستها الخارجيه متزنه على الدوام ولا تقف في اي معسكر صحيح
سواء غرب حاله من الحياد الايجابي للدبلوماسيه المصريه. ويمكن دكتور عمرو المبادره المصريه داخل جامعه الدول العربيه، وما تم اليوم لكلمه وزير الخارجيه الروسي سيرجي رافروف امام جامعه الدول العربيه، وما تم من قبل في زياره يعني الوزراء المعنيين ل موسكو، ومسألة يعني الحديث عن القضايا الإقليمية وأيضا عن الأزمة الروسية الأوكرانية، كيف ترى هذه المبادرة؟ المبادرة طبعا في غاية الأهمية. منطقة الشرق الأوسط بشكل عام هي منطقة يعني نقول للأسف تعتمد بشكل أو بآخر على القمح الروسي والقمح الأوكراني. لذلك مبادرات أي مبادرات خاصة مع روسيا في هذا الاتجاه أو في أي اتجاه لا يمكن لنا بشكل عام ان نفصل بين الاقتصاد والسياسه وبين السياسه والاقتصاد وحتى بين العسكري، لا يمكن لنا ان نفصل بين هذه الملفات. صحيح. لذلك الملف الاقتصادي هو الاهم بين المنطقه ككل، منطقه او دول او جميع الدول العربيه وروسيا. هناك وهنا دكتور عمرو نقدر نشير الى استمرار تنفيذ المشروعات الروسيه في الداخل المصري مع كل التحديات العالميه، نتحدث عن مشروع الضبعه النوويه، عن المنطقه الروسيه داخل قناه السويس، المشاريع تنفذ في التوقيتات المحدده. بالامس يعني كان هناك الصبوه الخرسانيه الاولى في محطه الضبعه النوويه. بالضبط، يعني انا حتى نقول في توقيتات، ولكن تم تسريع العمل، تم تسريع سير العمل مثلا في محطه الضبعه النوويه. مساله الاحتفال بوضع الصبه الاولى لاكبر مشروع نووي في الخارج لشركه روساتوم، مشروع يتعدى 30 مليار دولار، هو امر في غايه الاهميه، امر استراتيجي في غايه الاهميه. يعني انا كنا نتمنى طبعا ان تكون كانت هناك ظروف افضل، ظروف عالميه افضل، كان ان يكون هناك تواجد الرئيس المصري والرئيس الروسي في افتتاح او في وضع اللبنه الاولى لهذا المشروع الاهم في تاريخ مصر ككل، لان اول مفاعل نووي افريقي او في هذه المنطقه، منطقتنا في شمال افريقيا بشكل خاص، وبهذا الحجم امر كان يمكن لنا ان نحتفل به اكثر من ذلك. ولكن وتزداد الاهميه دكتور عمرو مع الظروف الحاليه. بالضبط، مع ما يمر به العالم من ازمات طاقه. طبعا يا فندم، ده يعني مشروع زي محطه طبعا نوويه، يعني شراكه استراتيجيه مصريه روسيه على المدى الطويل. امتلاك مصر لهذه التكنولوجيا سيكون نقطه تحول غير طبيعيه في التكنولوجيا المصريه والاتجاه المصري لضمان امن الطاقه المصريه، ليس لسنوات عديده ولكن لعقود طويله باذن الله في المستقبل البعيد. يعني نتكلم عن المستقبل البعيد. ايضا مشروع منطقه قناه السويس او المنطقه الصناعيه الروسيه في منطقه قناه السويس امر في غايه الاهميه. لماذا؟ لان كثر الحديث في الفتره الاخيره بان لروسيا مشاريعها الخاصه في تطوير الطرق، طرق الحرير وطرق طريق بحر الشمال وما الى ذلك، لكي لا يعتمد العالم على قناه السويس. ولكن جذب الشركات الروسيه خصوصا شركات تصنيع السيارات والمعدات الثقيله وما الى ذلك على ضفاف قناه السويس هو امر يؤكد على ان قناه السويس باذن الله ستظل المشروع الجيوبوليتيكي الاهم العالمي لعقود طويله قادمه، ولا يمكن لاي مشروع اخر سواء في الشرق او في الغرب ان يحل محل هذه القناه المهمه الاستراتيجيه. وطبعا نحمد الله انها على ارض مصر طبعا. صحيح. يعني التطوير في هذه الاتجاهات العديده يؤكد ان الامور في اتجاه جيد جدا. والنقطه الاهم التي يجب ان نركز عليها ان مصر لا تقف في الجانب الروسي ولا تقف في الجانب الغربي. روسيا او مصر حتى في عز علاقتها القوية مع الاتحاد السوفيتي كانت هي قائدة لدول عدم الانحياز في عز الحرب الباردة. وهذا الأمر يؤكد على مدرسة السياسة الخارجية المصرية العتيقة التي ترفع لواء الحيادية الإيجابية. صحيح. دائما حالة من الاتزان الإيجابي. بالضبط. صحيح. طيب دكتور عمرو، عايز اروح معاك للقضايا العربيه، القضيه الليبيه، القضيه السوريه، القضيه الفلسطينيه، وازمه المرتزقه في ليبيا، وتحدث عنها السيد سيرجي لافروف اليوم. يعني مصر طبعا موقفها معروف، وروسيا يتم اتهامها من حين لاخر بان لديها مرتزقه داخل ليبيا، طبعا الحديث عن المرتزقه الروس داخل ليبيا، ولكن كل هذه الامور لم يتم اثباتها بشكل فعلي حتى الان. ولكن بشكل عام روسيا مصر متفقتان تماما على عدم
وجود أو عدم فرضية وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية، لأن هذه القوات تمنع بشكل أو بآخر أي حديث عن حل سلمي أو حل سياسي يمكن أن يتم التوصل إليه في أي وقت. لذلك الموقف الروسي وموقف مصر متقارب جدا، متوافقين بشكل أو بآخر في العديد من النقاط داخل الملف الليبي، وليس فقط الملف الليبي، وطبعا الملف الفلسطيني والملف اليمني والملف السوري أيضا وحتى العراقي. يعني مصر وروسيا الآن، وليس الآن يعني منذ فترة تزيد عن 8 سنوات، هناك توافق كبير جدا بين مصر وروسيا حول هذه الملفات، ويعملان بشكل لا نقول بشكل واحد، ولكن يتم الاتفاق بينهم على العديد من الأمور داخل هذه الملفات. والجانب الإيجابي في هذه العلاقة المصرية الروسية في هذه الملفات هو أن هناك توافق شبه كامل، ولا نقول كامل ولكن شبه كامل في معظم هذه الملفات، وهذا أمر جيد لهذه الملفات التي تعاني منذ أكثر من 10 سنوات منذ أيام الربيع العربي وحتى الآن، وطبعا الأزمة الفلسطينية قبل ذلك كثير، ومفيد للمصالح السياسية الخاصة بمصر، لأن مصر دائما تضع مصالحها الخاصة مصالحها الاستراتيجية في الأولوية التي لا يمكن لها أن يتم التفاوض عليها. لذلك مصر في علاقتها مع الدول بشكل عام وروسيا بشكل خاص تتحدث أو تتجه للحفاظ على المصالح السياسية العليا لجمهورية مصر العربية. كان هناك أيضا تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيد سيرجي لافروف عن يعني مساعدة روسيا للدول الأفريقية اللي بتعاني من أزمة الغذاء، طبعا يعني لأنها المناطق الأكثر معاناة بسبب أزمة الغذاء العالمية، ولكن على حد تصريحاته الغرب يعيق هذا. كيف ترى التحركات المصرية في هذا الاتجاه؟ يعني إذا تحدثنا عن وجود إمكانية الفراغ في ملف الأمن الغذائي للدول الأفريقية الأكثر احتياجا، بالطبع بشكل آخر ستكون مصر هي بوابة أو منطقة العبور أو أرض العبور لهذه الحبوب إلى الدول الأفريقية. نعلم تماما أن هناك أزمة داخل روسيا، أزمة كبيرة في مسألة التحويلات المالية ووقوع معظم البنوك الروسية تحت العقوبات. يعني في هذه الحالة كما تريد تركيا مثلا، ستكون مصر هي أرض العبور للحبوب الروسية للدول الأفريقية الأكثر احتياجا. ويبدو أن حديث وزير الخارجية اليوم عن هذا الأمر في القاهرة هو يرمي إلى ذلك، يريد أن تكون مصر أرضا لعبور الحبوب الروسية للدول الأفريقية أكثر احتياجا. ومسألة العبور هذه ليست سهلة، لأنها مرتبطة بمسائل لوجستية صعبة جدا وبمسائل مالية صحيح، مرتبطة بعمليات تحويل الأموال وما إلى ذلك. دكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشوفسكي ومدير خبراء ريال أسيت الروسي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.